تضرني كرشي. شنو كليتي؟ والو ماما. التهاب في المعدة. المشكل في داك الشيء اللي كياكل على برا. المشكل يمكن يجي من هنا. الجراثيم من اللي في اليد تقدر تسبب في التهاب المعدة، وفي بعض الأحيان حتى صابون مزيان ما كيكونش كافي. دابا مع لايف بوي غادي يكون محمي أكثر. لايف بوي كيحتوي على الأكسيد 5، القوة ديال 5 عناصر باش يمنحكم حماية 100% أفضل ضد الجراثيم. حماية 100% أفضل ضد الجراثيم. لايف بوي.